هي مش بس عندنا العملة اللي بتتراجع ولا الشعبية اللي بتتراجع ولا مصر للطيران بتتراجع ولا تصنيفنا في التعليم بيتراجع، كل حاجة عندنا في مصر بتتراجع، حتى مكانتنا الفنية، القوة الناعمة في مصر اللي كانت مسيطرة على الوطن العربي كله لسنين طويلة، سنين طويلة بالفن بتاعك، بقى تحبهم ما تحبهمش دي قصة تانية. عشان أنا لما باجي بتكلم ساعات مثلا على فنان ولا فنانة، حتى لو أنا معترض، يعني أنا ضده، أنا مش معاه، بس هو فنان، هو دوره فنان ومؤثر وليه أعمال، وحتى لو ما بحبوش بس الراجل ليه بصماته. فالناس تقول لك لا اصل دول اللي ساعدوا النظام الفاشي، هم اسمهم فنانين، معلش يا جماعه معلش اقبلوها مني النهارده، بس اسمهم فنانين وليهم بصماتهم في تاريخ السينما العربيه مش بس المصريه. مصر كانت بتغزو العالم بالسينما، بالمسلسلات، بالدراما. كان اي فنان، اي مطرب، اي مغني عايز يبقى نجم، نجم في الوطن العربي، يجي يعمل أغنية في مصر، يجي يعمل كليب في مصر، عارف إن في خلال 3-4 أيام اسمه هيرن. وهقول لكم مثال تاني، كان في مسلسل تركي كسر الدنيا اسمه أرطغرل، مسلسل كان مشهور جدا 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 جدا، والعالم العربي كله تقريبا تابع المسلسل ده، وعلى فكرة اتعمل له دوبلاج، يعني أنا باللغة العربية أو باللهجة السورية، وتعملوا بالتونسية والجزائرية، كان مسلسل فعلا فعلا خطير. لما جت زيارة الرئيس التركي أردوغان للكويت، راح في طيارته الخاصة، الطيارة الرئاسية، وكان واخد معاه أبطال المسلسل التركي ده. غزو، ودي استثمارات، ودي تقوية اقتصاد. ما انت الدراما اللي بتنتجها والدراما اللي بترعاها والدراما الحقيقية المحترمة تقدر انك تسوقها وتعمل بيها شغل جامد جدا جدا. جينا لحد عندنا بقى احنا ودورنا بقى يتراجع فيها ازاي، مش قادرة افهم. وبدأت البساط بتاعنا احنا كمصريين بقى والفن المصري، واحنا اصل احنا الدراما المصرية، بدأ يتسحب مننا ويروح لدول تانية كانت لغاية من سنة ما عندهمش سينما. ودي حاجة مش عيب، يعني كانت قيم، وكان فيه وكان فيه، ودلوقتي فيه انفتاح، وأنا مش ضد الانفتاح من أول يوم تحدثت عنه، والناس دي حقها أن يكون عندها انفتاح والكلام ده كله. بس الحقيقة لما أجي أشوف أن النجوم بتوعنا والفنانين بتوعنا بقوا بيطلعوا من المنصات المصرية وبيبقوا هم نجوم منصات أخرى، لازم تقف عند الموضوع ده، لازم تقول فيه إيه. مصر راعية الفنون، ليه اتسحب منها ده؟ تركي آل الشيخ طبعا شفنا الموقف الشهير اللي اتعمل مع بيومي فؤاد، الحرب اللي اتعملت على محمد سلام لما قال لك انا ظنيت ان المسرحيه اتلغت عشان في حرب، يعني فانت مش هتعلمنا الوطنيه وانت يا فسل وانت يا مجهول، وقامت الحرب على فنان كوميدي مصري لمجرد انه قال اصل انا مش هروح اضحك الناس وفي اطفال بتتقتل. بعدها كان زي ما يكون قرار، انت مصري رايح السعوديه لازم تطلع تقول الفن والشعب وسيادته وراعي الفنون تركي آل الشيخ، ولازم تمدح شويه وجنسيات بيتم توزيعها على الفنانين والاعلاميين والملحنين. لكن كمان لما يطلع امبارح تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويقول لك إن إحنا عملنا اتفاق مع منتج مصري اسمه أحمد بدوي، هنعمل صندوق اسمه البيك تايم، إحنا السعودية اللي هنرعى أفضل الأفلام المصرية والسعودية. استنى بس، الأفلام المصرية وفهمناها، الأفلام السعودية كمان؟ هو مع كامل احترامي، مع كامل احترامي، بس يا جماعة ما فيش مقارنة، وفي منصات كتيرة عليها أفلام سعودية تقدروا تشوفوها. يعني لسه ما دخلوش المجال، لسه ما تودكوش في الصنعة. فيقولك احنا هنعمل صندوق نرعى ذلك ونتابعه ونهتم بيه. احنا مصر مستنية تركي آل الشيخ يجي يرعى أفلامنا؟
ويكلمك بالفلوس، بالفلوس، يقول لك الميزانية 4 مليار جنيه وإن إحنا هنوصلها ل 20 مليار جنيه. يلا يا مصريين خلوا ريقكم يجري واجروا على طال عمره. تعالوا نسمع قال إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إعلان جدا مهم عن أول صندوق برعاية هيئة الترفيه، صندوق بيج تايم لرعاية أفضل الأفلام العربية والسعودية. يعني لما نقول الأفلام العربية في الريادة فيها الأفلام المصرية. الصندوق راح يكون صندوق ربحي برعاية هيئة الترفيه، وهيئة الترفيه فقط تدعم المحتوى الجيد، المحتوى اللي يوصل رسالة هادفة، والمحتوى الكبير، المحتوى اللي يكون بصمة جية فيه بصمة جدا مهمة. زي ايه كده؟ لان الحقيقة انا كل الاخبار، كل الاخبار اللي شفتها وكل الافلام اللي مثلا هيئة الترفيه بتساهم في انتاجها كلها كلام فاضي. يعني مثلا هيئة الترفيه السعودية الكبيرة هي اللي بتنتج برنامج رامز وشكر خاص بينزل في الأول وفي الآخر وفي النص ده البرامج الهادفة. أفلام زي ابقى قابلني وشجر دادي ومش عارف إيه اللي موجودة على المنصة بتاعت شاهد اللي هي برعاية هيئة الترفيه، دي الأفلام الهادفة. فين 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 أي هدف في اللي بيحصل ده؟ إلا إن إحنا عايزين نقول إحنا اللي متحكمين في القوى المصرية الناعمة، سيطرة بشكل مختلف. بس طبعًا حد يقول لي طب وأنت زعلانة ليه؟ على رأيك أنا زعلانة ليه؟ بفلوسهم، طبعًا بفلوسهم. عندهم مليارات 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 مش عارفين يودوها فين، والمثل المصري اللي يقول لك اللي معاه قرش محيره بيجيب حمامه ويطيره، يقول لك بس السعودية بقى عندها أزمة. السعودية لأول مرة لأول مرة بتسجل عجز في الميزانية بتاعتها، ومش عجز صغير، 81 مليار ريال عجز في ميزانية المملكة العربية السعودية. عجز 181 مليار ريال عشان عندهم موسم الرياض، وعشان عندهم الحفلات، وعشان عندهم رونالدو لوحده، كريستيانو رونالدو، عشان بقى في انفاق ضخم بيتم على امور مش مهمه. فشل او فساد برضو، ده من جزء من انواع الفساد، ان دوله زي المملكه العربيه السعوديه يبقى عندها عجز 81 مليار ريال في سنه. بص بقى للسنه دي كده هتعرف موسم الرياض، هتعرف معرفش كان في حاجة تانية موسم غير الرياض أنا مش فاكرة اسمه، اللي هو كان في مكان زي الصحراء كده وكانوا داعيين كل الانفلونسر والبلوجرز وبتوع التيك توك بيروحوا يعملوا إعلانات ودعاية هناك، كانت تذاكر مجانا وإقامة مجانا وبيزنس كلاس مجانا، أثر على الميزانية. والحقيقة بعيدا عن رأيي، خلوني مثلا أروح لرأي زي الدكتور عمار علي حسن كده اللي قالك ان في قاعدة بتقول ان من يملك يحكم، وفي رغبة انها تسيطر، في رغبة موجودة للسيطرة على القوى الناعمة في مصر زي دور النشر، السينما، المسرح، كل وسائل الاعلام، وزود عليها بقى الفنانين والمطربين والملحنين والاعلاميين كمان. تعالوا نسمع الدكتور عمار علي حسن. لان في النهاية القاعدة تقول من يملك يحكم، الذي يتملك جزء من الاقتصاد هو يريد أن يدافع عن مصالحه. وما أدراك أن الذين يتملكون هؤلاء سيمدون أبصارهم في المستقبل على الوسائل الناعمة، دور نشر، سينما، المسرح، المحطات الفضائية، الجرائد والمجلات. حضرتك بتتصور أنه ممكن تكون الجهات اللي بتحاول تتملك في مصر ممكن طبعا حتى كمان تمتد؟ من يملك يحكم، وانت لما تقدر، يعني كفاية اقول لكم مثلا ان انا ايه لما اثر على الفنانين والمنتجين والمؤلفين والمخرجين، اجي مثلا كفاية ايه بصوا القوى الناعمة،
زي مثلا انا ما كنتش فاهمه ليه مثلا المشروبات الغازيه بتتهافت وبتعمل مشاكل ان هي تبقى راعيه لمؤتمر صحفي مثلا زي كوكاكولا ولا بيبسي ولا زي ما يكون، عشان الازازه او الكوبايه لما بتتحط قدام الشخص من دول عينيه بتشوفها بتلقطها تلقائي كده، بتلاقي نفسك رايح على صندوق الحاجه الساقعه ولا ثلاجه الحاجه الساقعه بتاخد المنتج اللي عينك شافته. واضرب لكم مثال، لما جه كريستيانو رونالدو في واحدة من المؤتمرات الصحفية وكان قدامه الكنز بتاع الكوكاكولا وراح شايطه بإيده كده وراح قالك المية أفضل لصحتك، الأسهم بتاعت كوكاكولا انهارت. فأنت النهاردة تجيب المؤلف والمخرج والفنان وكده وتروح قايل إيه بقى، أنا يا جماعة هروح سياحة عشان أنا عايز أروح سياحة في موسم الرياض. ده إعلان ضمني إنك تبقى ماسك الفنانين والمخرجين والقائمين على الأعمال الفنية من إيديهم ورجليهم. بص الصورة دي، الصورة دي من وقت ما شفتها وهي فعلا مستفزة، جايب لك نخبة، نخبة كبيرة من الفنانين المصريين اللي كلنا بنحبهم وبنقدرهم وبنشوفهم وبنتابعهم، منة شلبي ومحمد إمام وأحمد عز وكريم عبد العزيز، الاثنين كريم محمود عبد العزيز وكريم عبد العزيز بس، وآسر ياسين ومنى زكي وأحمد حلمي وأحمد السقا، مش شايفه مين اللي ورا قوي دول يعني، ورامي امام المخرج وشيكو وهو في وسطهم. الصوره دي فعلا 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 مستفزه، ده واحد بيقول لك دول بتوعي انا اللي بصرف عليهم. وهل احنا بقى السينما المصريه بتاعتنا ناقصها حاجه؟ لا والله ابدا ابدا، السينما المصريه بتاعتنا ما ده احنا يعني اتفضلوا ادي ادي الاستثمارات والسيطرة. طب هشام طلعت مصطفى ايه علاقته بالفن؟ لا ده تلاقيه مشروع ترفيهي اخر ملناش دعوة بيه. بصوا شوفوا قعدته هو بيبقى عامل ازاي، ويا حرام كلهم بيبقوا قاعدين ازاي. احمد ابو هشيمة، عمرو دياب، مساء الفل يا نجم، كلهم ناس افاضل. الراجل ده بتاع الكورة ناسي اسمه، هو قاعد بيشرح لهم مشروعاتنا الترفيهية ازاي ممكن تكون، لان تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه، فكل اللي قاعدين معاه دول للترفيه. ده رجل اعمال مصري مش عارفة اسمه بس بشوفه في البرنامج اللي هو ذا شارك ده، اللي هو الحوت او القرش اللي بيحاول ان هو يساعد صناع صغار المستثمرين في مصر.